دعني أضع نقطة في البداية أن ما ذكر هو افتراض ليس له أي دليل من الواقع. ليس هناك اتفاق لا بين الصوفية ولا الليبرالية، وأتيني بمن اتفق مع الليبراليين من الصوفية. خطاب أجيب لك خطابات الطرق الصوفية كلها تقول إذا توحد الصوفيون مع العاملين في قطاع السياحة، من الصوفية خلنا نكمل بس، مع المسيحيين يمكن أن يشكلوا توازنا مع الإخوان المسلمين والسلفيين. مين اللي قال؟ الشيخ علاء أبو العزيم. أنا بمثل الشيخ علاء أبو العزيم، والكلام ده ما حصلش. الشيخ علاء أبو العزيم قال كمان إنه إحنا نمثل الأغلبية ونستطيع أن نأتي بعشرين مليون. لا، لم يحدث هذا الكلام، لم يحدث على الإطلاق، وليس هناك اتفاق. الصوفية لما تحركت تحركت بنفسها، وكان قطاع من الصوفية وليس كل الصوفية. أنت تعلم إن في جبهة من الصوفية كانت أصلا ضد الجمعة. بالمحصلة النهائية أستاذ عبد الحليم، خليني بس أكون واضحة، معلش. بالمحصلة النهائية الصوفية ضد الإخوان المسلمين، الصوفية ضد السلفيين. لماذا انتصر الإخوان المسلمون والسلفيون انتصارا كاسحا وهزمت الصوفية؟ لا، أنا أقول لحضرتك حاجة، خلينا بمقاييس نتائج صناديق الانتخابات. الصوفية أصلا ليس لها مرشحين في الانتخابات باسم التصوف، لأن التصوف ليس تنظيما، دي نمرة واحد. بس لها مدعومين. أنا بتكلم بس التعليمات التي قلناها لكل الصوفية، اختاروا الأصلح في كل مكان أيا كان هذا الأصلح ومن أي طيار. هذا ما قلناه للناس. يا أستاذ عبد الحليم، بس أنت عايز نتجمل أمام الشاشة ونقول كلام دبلوماسي؟ لا أتجمل، أنا لا، يعني كلام الجماعات والطرق الصوفية كان واضحا ردا حتى على جمعة قندهار. هو مين؟ نحن الأقوى، نحن نستطيع، نحن الأغلبية في الشعب المصري. لا هذا وهتشوفه في صناديق الانتخابات. شفنا في صناديق الانتخابات فوجدنا صفرا. يا أستاذ وائل، أنت إحنا بنبني قضية من وهم. هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق. ده مصور صوت وصوره يا استاذي. مين اللي مصوره؟ مصور في تقدر حضرتك الاخوه يخشوا على النت يجيبوا الكلام ده يا استاذ. مين اللي قال؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ قيادات الصوفيه مين كلها قالت. اديني اسم، اديني اسم. الدكتور علاء ابو العزام. انا بمثل الدكتور علاء ابو العزام، والكلام ده ما حصلش. بنقول لا، على النت صوت وصوره. ها، ومين تاني؟ قول لي صوت وصوره حضرتك. ايوه، مين هو؟ نقدر نجيبه لك على النت. ابهاته، لكن لحد دلوقتي الكلام ده غير صحيح يا استاذ. لحد ما تجيبه الكلام ده غير صحيح. خدت بعد ارد عليه يا استاذ وائل. لو كلمتهم في الاربيز دلوقتي يجيبوا لك من على النت حالا. لا، ما انا اكدت له اصلا، يعني خلي بالك، يعني انه ده واقع يا انه أستاذ. ما نسب على لسان الجماعات والطرق الصوفيه انهم الاكثر غلبه، وانهم يستطيعون ان يحدثوا التوازن وينتصروا على الاخوان المسلمين والسلفيين. انا مش عارف اتكلم الحقيقه. طب اتفضل. يعني انا قلت ان النقطه اللي بدانا بيها غير صحيحه. ماشي، بقول لك دلوقتي احنا الصوفية لم ترشح أحدا حتى نقول هزمت أمام فلان أو علان. قد يكون من الصوفية من اختار حد من الإخوان لأنه شافوا الأصلح، لأن كانت تعليماتنا لكل أبنائنا اختاروا الأصلح اللي أنتوا شايفينه في دايرتكم، وده بينعكس من مكان لآخر. خدت بقى حضرتك؟ الدكتور بيقول لك أنه الصوفية فكر موت. ميت مش موت. خدت بالك؟ فكر ميت، وكانه ليس يعيش في هذه الدنيا. يعني ده راجل جاي لنا كده من وراء الكواليس بيتكلم على ناس هو لا يعلم، ما يعرفش ان شيخ الازهر اللي هو شيخه صوفي، ما يعرفش ان المفتي اعلم صوفي. هذا جيدا، صوفي المفتي بتاع البلد صوفي. اعلم ان فكره منحرف، اعلم هذا. لا، خلينا انا لا اناقش بس افكارا الان. انت مين انت عشان تحكم؟ مين انت عشان تحكم؟ من كتابك احكم. طيب. علي تحكم مين انت؟ انا ثوابت كتاب وسنه خرجت عنها مطلقا. دكتور محمود، ده تدعون للآلهة ما لا يدعى إلا لله. اصبر. تقولون إن الآلهة، إن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم فوق الأنبياء. تقولون ما حدش قال كده. مين اللي قال كده؟ موجود. طيب. هذا في الطبقات الكبرى للشعراء. دكتور محمود، بس دكتور محمود، أنا لا أحاكم. أنت راجل وهابي متطرف جوه الأزهر. جزاك الله كل خير. أنت فكرك وهابي متطرف. جزاك الله كل خير. دي أموال السعودية ودي النتيجة. أنا رجل والله ما وصلنا مليم. حد هيقول لك دي أموال إيران. حد دليل. أجيب لك الدليل أهو، هو طلب دليل. دعنا لا نوزع. معلش الدليل، هو طلب دليل بس دقيقة واحدة. الدليل في مجلة التوحيد في عدد شهر ديسمبر الموجود في السوق الآن، صفحة كاملة بيردوا على الأخبار لما قالت إن أنصار السنة المحمدية تلقت تمويل من قطر والسعودية،
قالوا ان الاخبار بتقول 296، احنا خدنا 15 مليون فقط. ده موجود في رجال 26 سنه يا استاذ، يبقى في تمويل ولا مفيش؟ 26 سنه يا استاذ، ان شاء الله يكون. انتوا خدتوا مليار في 6 شهور. مين اديني دليل بقى انت؟ المجلس العسكري باعس اليكم جميعا، والقضيه منظوره الان مليار جنيه ولا دخل لكل صوفي. الكتل غير الاسلاميه لا لا لا. مدعومه من امريكا. اسم صوفي واحد طلع، اتحدى ان يكون وصلنا جنيه بعد الثوره. ده اعتراف يا اخي، 26 سنه بيقول لك بعد الثوره. اقرا جيدا. انا قريتها، ده انا جاي لك. اقرا جيدا. 26 سنه 15، بقول لك مش 296 يا اخي، الله يعزك. 15 مليون 1000 مش مليون يا اخي. المجله في السوق اهي موجود. طيب بيني وبينك المجله محصله صناديق الانتخابات، بس خليني يعني الجماعات والطرق الصوفيه بالنسبه للانتخابات كفيك، خليني بس بالمحصله. من الطبيعي أنتم فكريا وسياسيا ضد الإخوان المسلمين والسلفيين، لماذا لم ينعكس ذلك على صناديق الانتخابات؟ لم ينعكس ذلك على صناديق الانتخابات لأن الانتخابات هذه أعد لها للإخوان المسلمين والسلفية عن طريق الدكتور عصام شرف. عبس، هنقعد نعلق شماعة. أنا أقول لك أهو، خليه يلم الشماعة. ده واقع. عبس، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر بالشكل الواسع ده لا يخدم إلا الإخوان المسلمين. حددت لك الدائرة قبل فتح الباب بيوم؟ الدوائر اتحددت امتى؟ قبل فتح باب التطبيق. ما منعك بيوم. ان تفعل ما فعله. افعل ما فعله؟ طيب، لان انا مش طالب سلطه زيك. انا لسنا طلاب سلطه. ده انتوا كلاب سلطه مش طلاب لا سلطه. لا لا لا، اعتذر على سوء ادب. استاذ عبد الحليم، استاذ عبد الحليم، انت اللي مش هذا سوء ادب. لو سمحت ان احنا مشركين، هذا سوء ادب. مشركين بنعبد غير الله. وطوبك موجوده عندي. دكتور محمود لو سمحت، استاذ عبد الحليم لو سمحت، يعني انا اللي بطالبك الاعتذار عن هذا التعبير. هو اتهمنا ان احنا مشركين. يعتذر، ما يهمش. قلت كتبكم فيها كذا وعند الكتاب. استاذ عبير من الاسماعيليه لو سمحتوا يا جماعه. استاذ عبير العربي من الاسماعيليه. استاذ عبير اهلا بيك. اهلا استاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير. ايه في الاسماعيليه عندك؟ الحقيقه استاذ وائل انه منذ الساعات الاولى لانتخابات المرحله الثانيه بمحافظه الاسماعيليه شهدت المحافظة وقعة قتل لشاب يدعى محمود ممدوح محمود وشهرته ممدوح الجرحي. الواقعة بتأكد تبعا لرواية شهود العيان من منطقة الكيلو 11 انه كان ممدوح اللي هو بيعمل محامي ذهب يأتي بمؤيدين لترشيح عيسى زين عبدين اللي نازل على موقع على سلاحين. وان هو في الوقت دوت ده بينتمي لاي تيار؟ والله هو عيسى زين العابدين مستقل فلاح، لكن هو كان محسوب على الحزب الوطني لانه كان يشغل منصب امين فلاح المحافظه في الحزب الوطني المقاوم قبل الثوره. طيب كيف قتل بقى المحامي؟ المحامي ذهب لياتي بمؤيدي من المرشحين لعيسى زين العابدين في منطقة الكيلو 4.5، هو كان رايح يحصل عليهم من منطقة الكيلو 11، وفي منطقة الكيلو 4.5 الواقعة في عز الدين الإسماعيلية الكيلو تقريبا بداية مدخل محافظة الإسماعيلية تم إطلاق النار عليه أثناء استقلاله سيارته وهو سايق عربيته في طريقه للكيلو 11 عند مدخل عز الدين. ضرب النار جوه العربيه بتاعته. ده اللي اكده مجموعه المؤيدين اللي احتشدوا من منطقه الكيلو 11 لتأييد عيسى زين العابدين. الحقيقه في التقرير الامني لما حبينا نرجع لمديريه الامن علشان نتاكد، تاكد التقرير الامني قال ان هو تم قتله جوه مزرعته بمنطقه العاشر من رمضان، لكن الحقيقه ان هو تم قتله في منطقه عز الدين وداخل عربية. طيب عبير، حاول الجبال يعني القتل مرتبط بالمنافسه الانتخابيه. يا جماعه لو سمحتوا بس عشان مش سامع والله. عبير، القتل مرتبط بالمنافسه في الانتخابات، هل وجهت اصابع الاتهامات الى احد؟ الحقيقه يا استاذ وائل لم توجه اصابع الاتهام لأي فصيل أو أي تيار سياسي إلى الآن، لكن أنا عايزة أقول لحضرتك إن الانتخابات في إسماعيلية ماشية بشكل هادئ للغاية، وإن كان حصل بعد بعض التجاوزات البسيطة جدا
لان زي ما حضرتك عارف ان محافظة الاسماعيلية هي معقل الاخوان المسلمين ومسقط رأس الجماعة. وحضرتك عارف ان الاسماعيلية هي الرهان الاكبر للاخوان المسلمين، ويأتي من بعدها تيار السلفي. عايز اقول لحضرتك ان صناديق الانتخاب داخل معظم لجان الاسماعيلية تم التصويت فيها خلال الساعات الأولى من الترشيح، كانت تعبير المفوضين بتمتد إلى خارج المدارس بشكل فعلي. فالإخوان تيار الديني في الإسماعيلية كان بيتعامل بهدوء جدا، لأن زي ما قلت حضرتك هو الرهان الأكبر لأنها معقل الإخوان. فإحنا هنا الحقيقة عندنا الأمور هادية جدا، وان كان كمان كان بعض الاوضاع. طيب انا هنا بسال، يعني اذا كانت القضيه محسومه للاخوان المسلمين اولا وللتيار السلفي ثانيا، وهما في الاسماعيليه الاكثر قوه طبعا الاخوان المسلمين بفارق كبير جدا، لكن يعني ما الذي يدفع البعض الى اغتيال احد المساعدين لمرشح محسوب على الحزب الوطني السابق، يعني لمرشح فلول؟ ايه الدافع لكده؟ خليني اقول لحضرتك ان عيسى الزين عبد الدين هو منافس قوي لمحمد الهواري المقعد الفردي لحزب النور، لكن دوت لا ما بنقصدش بيه من قريب او من بعيد ان يكون حد من التيار الاسلامي هو وراء الواقعه دي، لكن هو في النهايه هي معركه انتخابيه، والبعض بيستخدم بعض الاسلحه ممكن تكون خارجه عن النزاهه الانتخابيه، لكن في النهايه بعيد عن ان احنا ما نعرفش فعلا ايه اللي حصل، لكن هي الواقعه حدثت بشكل فعلي يعني، وراح ضحيتها ممدوح الجرح. طيب حاولي ان تجيبي لنا المرشح المحسوب على الحزب الوطني استاذ عبير، وهنشوف هنتابع معاكي، لانه اعتقد هذا هو اول قتيل بشكل واضح ومباشر في العملية الانتخابية.